مساء الخير على حضراتكم أجمعين. نواصل الأمسية الخاصة بآخر أيام مؤتمركم الثاني، المؤتمر السنوي لجروب آثار وحضارة مصرية. الكهنة والكهنوت في مصر القديمة حتى نهاية العصر البيزنطي، طفنا خلال 24 ورقة بحثية على مدار 22 يوماً في جنبات الحضارة المصرية والكهنة والكهنوت تحديدا، مع مداخلات من اليمن القديم والعراق القديم، أبرزت أيضا التنوع الكهنوتي ومدى التشابه أو الاختلاف ما بين مصر والحضارات المعاصرة، الحضارات العريقة المعاصرة لها. إذن حاليا لو أي منكم لديه أي استفسار أو تعليق لدكتورة سامية، هنبتدي ناخد تعليق لدكتورة سامية وتعليق لدكتور منير وننهي بالتوصيات الختامية وما نتج عن هذا المؤتمر. اللي حابب يعمل مداخلة يرفع إيده أو يفتح المايك وأنا هرى وأديله الكلمة تنظيما لعدم التداخل. حد عايز يوجه أي سؤال أو استفسار أو تعليق لدكتورة سامية اللي بنقوم بتكريمها في هذه الليلة؟ دكتورة زينب حشيش، اتفضلي. مساء الخير على حضراتكم جميعا، شكرا جزيلا للمحاضرتين الجميلتين فعلا اللي استمتعنا بيهم النهارده، فعلا محاضرات قيمة جدا، فبشكر الجميع. بوجه كلامي لدكتور سامية المرغني اللي أنا شخصيا بعتبرها يعني تاريخ بيمشي على الأرض، لأن يعني بصراحة لولا جهودها في وزارة الآثار ما كانش في معمل للأنثروبولوجيا في وزارة الآثار لدلوقتي، لأن هي مؤسس للمعمل ده، معمل الأنثروبولوجي. كمان بحيي جهودها اللي لا تزال مستمرة حتى الآن، لأن أنا عارفة إن دكتور سامي المرغني لسه عضو باللجنة الدايمة، وهي بمثابة حائط صد لجميع المحاولات الخاصة بالعبث بتراثنا الحيوي، بالإضافة لأن هي لسه طبعا يعني ربنا يديها الصحة والعافية عضو بمشروع توثيق البقايا العظمية ببدروم المتحف المصري، ولسه بتشتغل يعني بنشتغل إيد بإيد مع بعض يعني. فيعني أنا سعيدة جدا بتكريمكم لشخصها الكريم. أنا عندي طبعا أسئلة كتيرة، بس أنا هسأل سؤال واحد بس، وبعد كده لو مفيش حد سأل أنا ممكن أكمل أسئلة. أنا على حسب معلوماتي يعني إن حضرتك شاركتي في معاينة مومياء الملك توت عنخ آمون يعني أكتر من مرة، فأنا حابة إن أنا أطمن عليه. بمناسبة المئوية قربت قوي، فعايزين يعني نطمن على توت عنخ آمون وحالته. وبالنسبة اوكي. لموضوع المحاضرة، أنا بالنسبة لموضوع المحاضرة، هل مثلا مصر لسه بتقوم بأعمال صيانة للموميا ولا لأ؟ يعني متابعين احنا لسه حالة الموميا ولا لأ؟ تمام. وشكرا لحضرتك جدا. شكرا دكتورة زينب. حالة ملكنا وجدنا توت عنخ آمون، وهل ما زلنا بنحافظ على مومياء الهند وبنشارك فيها ولا لا؟ اتفضلي يا دكتورة سامية. شكرا جزيلا للدكتوره زينب على الكلام العظيم خالص ده، يا رب اكون انا قده. يعني بالنسبه لمومياء توت عنخ امون، انا مش شاركت في معاينتها، انا عملت لها صيانه من سنه 2007 لما طلعناها من التابوت اول مره للعرض داخل المقبره، لغايه 2016 لما خلصت شغلي في الوزارة. بعد كده رحت معاينات علشان متابعة حالة الحفظ. كتير قوي بيخوفوني علشان النظام بتاع الباترينا مش شغال، بيخوفوني على الموميا. لكن احنا آخر مرة رحنا كان السنة اللي فاتت شهر 9، وتأكدنا ان مفيش اي تدهور حاصل، لكن النظام بتاع الباترينا مش شغال، وبالتالي لازم يا يستبدل يا يجيبوا باترينا أخرى إذا كانت هتفضل في العرض في داخل المقبرة. لكن هي حتى الآن حالتها مستقرة، ما فيهاش أي مشكلة.
توت عنخ آمون رغم أن الجسد تعرض لإيذاء شديد من مكتشفه ومن الدكتور ديري اللي كان معاه المشرح وكل ده عشان يطلعوا التمائم والذهب، متقطع لأجزاء كتيرة 23 جزء، فهو ده اللي دار الجسد. لكن هو درجة حالة حفظه جيدة جدا لأنه مستخدم فيه كميات كبيرة قوي من الراتينك، فدي محافظة عليه بشكل كبير. الموميا ما زالت كويسة، بس علينا ان احنا نتحرك بسرعة انها ما تفضلش في باترينا نظامها مش شغال، نظام الحفظ بتاعها مش شغال. بالنسبة للموميا بتاع الهند، احنا ما بنسافرش الموميا الهند الا بناء على طلب الهنود، لان هم اللي هيدفعوا تكلفة السفر والإقامة وخلافه. فبالتالي احنا بعد ما طلعت معاش طلبوا مرة تاني صيانتها. طبعا انا ما كنتش داخل الوزارة، فالوزارة بعتت زميلة مرممة. فالحقيقة وده اللي ادهشني جدا، احنا دايما مش حاطين الهنود حقهم ذهنيا كده. الناس هي الست راحت اشتغلت على الكارتوناج اللي احنا قلنا انه محتاج لشغل مرمم، لكن ما لهاش في اعمال الصيانة اللي احنا بنقوم بيها التعقيم وخلافه. فهم لما اذاعوا برنامج عن العملية اللي هي عملتها، راحوا جايبين التسجيل القديم ليا اللي هو كان من 2011، الكلام ده في 2018. للأسف وزارة الآثار لو حد اتكلم عن سامية المرغني النهاردة مش هيفتكروها زي ما الهنود افتكروني بعد 8 سنين وافتكروا الشغل اللي أنا كنت عاملاه في المنيا. الحمد لله على كل حال. شكرا يا دكتورة سامية. تمام. أي تساؤل لدكتور منير العرايقي؟ أنا عايز أسأل الدكتور منير ممكن؟ اتفضلي. طبعا طبعا يا دكتور اتفضلي. اتفضلي. أهلا وسهلا. أنا كنت عايز أسأل عن اللغة اللي هم كانوا مستخدمينها في اليمن القديم، وعمر الحضارات دي من كام لكام؟ طيب شكرا جزيلا، سؤال مهم جدا. بالنسبة للغة التي كان يتحدث بها اليمنيين القدماء، هي اللغة العربية الجنوبية، يسموها هي اللغة العربية الجنوبية، وهي إحدى لهجات العربية التي كانت الأم إنجاز التعبير، وتختلف عن العربية في وسط الجزيرة العربية بأنها لهجة لها مميزاتها الخاصة، لكن في كلمات موجودة فيها مشتركة مع اللغة العربية الفصحى إنجاز التعبير، وكلمات تخص البيئة التي كان يعيش فيها الإنسان اليمني القديم، فهي عبارة عن لهجة من لهجات العربية الأم، مش الفصحى اللي قبل ما قبل الفصحى، وهي إحدى اللغات السامية، وقد كانت أساس للغة الجعزية في الحبشة. أما بالنسبة للخط فعندنا أكثر من خط كتبت به اللغة اليمنية القديمة، فالخط الذي كتب به اللغة قريش إنجاز التعبير أو عربية قريش هو خط الجزم، يسمى خط الجزم. أما نحن في جنوب الجزيرة العربية وفي اليمن القديم، فخطنا الرسمي يسمى المسند الذي كان موجود أمامكم في الشاشة، وهو خط جميل جدا إنجاز التعبير. وهناك خط مشتق منه لعامة الناس اسمه الزبور، وهو أيضا بهذا الاسم، وبالتالي بهذا الشكل الذي هو أمامكم مشتق وعامة الناس تستخدمه، فهذا خط وتلك خط. أما اللغة فهي لغة إنجاز التعبير قريبة جدا من اللغة العربية، لكنها أقدم منها بقليل، وبالتالي فهي مشتركة مع اللغات السامية الذي معروفة إنجاز التعبير الآن يطلق عليها الجزرية بالنسبة للجزيرة العربية، لكنها أساس لهجات اللغات الأخرى. فنحن نقول على سبيل المثال في لغة المسند هرج ولا نقول قتل، تمام؟ هرج ولا نقول قتل، ولا نقول خزان ونقول خزان ما، فنقول كريف، تمام؟ وفي أشياء خاصة بالبيئة اليمنية بالنسبة للحضارة اليمنية القديمة كان لها الأساس أو كان لها التميز أو كان لها الخصوصية إنجاز التعبير،
في أن تكون هناك مسميات أخرى كما هو الحال في مصر القديمة وكما هو الحال في بلاد الرافدين. هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لمسألة اللغة. أما بمسألة قدم الحضارة، وسأختصر قدم الحضارة اليمنية القديمة، العلماء الأجانب الأوروبيون الذين اعتمدوا على الكتابة وخط المسند ونقوش المسند حصروا الحضارة اليمنية القديمة بالألف الأول قبل الميلاد، وقالوا أن أقدم نقش يعود إلى الألف الأول قبل الميلاد، وهذا الأمر ظل يتداول لمدة 100 سنة أو قرابة 100 سنة. الآن مع المكتشفات الجديدة التي تم الكشف عنها في حوالي 50 سنة إلى 70 سنة الماضية في اليمن، لأننا متأخرين في الدراسة الأثرية، اتضح لنا عمق الحضارة اليمنية القديمة. ما هذا العمق؟ هناك فرق، بمعنى أن هناك لا يوجد حاجة اسمها الألف الأول قبل الميلاد. هم ربطوا زيارة سيدتنا ملكة سبا لسيدنا سليمان في 950 قبل الميلاد، وقالوا أن أقدم شيء في اليمن في جنوب الجزيرة العربية التي يسموها لا يمكن أن يكون أقدم من هذا. لكن نحن الآن نكتشف خطوط بخط المسند يعني باستخدام طرق التاريخ المطلق بجانب شواهد الأبسولوت ديتينج، جانب شواهد تعود إلى الألف الثاني قبل الميلاد أو بداية الألف الثاني قبل الميلاد مش الأول، يعني حوالي 1000 سنة في فرق وهما إلى ذلك. قبل ذلك أيضا هناك ما يسمى بعصور ما قبل التاريخ كما هو الحال في بلدان الشرق الأدنى القديمة الأخرى. فالحضارة اليمنية القديمة عند الباحثين هي 1500 قبل الميلاد فقط، لكنها أقدم من ذلك كثير، والرهن والأشياء يعني الأمر رهن للاكتشافات الأثرية. نحن ما زلنا في بداية العمل الأثري في اليمن، ولم نقم بما قامت به إخواننا في مصر أو في العراق، لأن اليمن كانت محصورة وصعبة الدخول من الباحثين، غير ما هو الحال في مصر عندما بدأت البحوث الأثرية فيها متقدمة، وكذلك في بلاد الرافدين. جزيل الشكر دكتور منير. لدينا سؤال من أستاذ محمد مدحت على الشات موجه لدكتورة سامية، وأنا بذكر الجميع أن احنا هناخد سؤالين فقط لغير الحالي وسؤال آخر، الاثنين رفعين ايديهم مش هنقدر نتجاوز لأنه الجلسة دي هي جلسة التوصيات العامة. هل توجد يا دكتورة سامية أي مومياوات أخرى تخص كهنة المعبود مين التي أتت من جبانة الحويش في متاحف أخرى؟ لأن السائد من خلال دراسة النقوش، السائد هو دراسة نقوش المقابر والمنقولات فقط، فهو كان عايز يستفيد عن المومياوات بمتاحف أخرى. أنا قلت ده وسط المحاضرة يمكن عشان بتكلم بسرعة، إن في 800 موميا خرجت من عائلة الكهنة، مش موميا واحدة، في 800 موميا موجودة في. طب إيه المرجعية دكتور اللي نقدر نرجع لها تخليه يطلع على مسار التمومية موميا راحت إزاي؟ أنا هقول لحضرتك، يعني أنا عندي أبعت لك الرابط بتاع مشروع مومياوات إخميمي، لأن تمام. الرابط ده عمل لهم دراسات وعمل لهم كمان شجرة عيلة، لأن ميزة الكتابة على الكرتوناج إن كان فيه موجود الأم والأب، فقدر يعمل لهم شجرة عيلة مين ابن مين. لما أنا رحت ولقيت الموميا دي ما كانش متسجلة في شجرة العيلة، فأنا بعتها للدكتور إلياس جونسون وأضافها، فأنا بعت له الرابط بتاع مشروع مومياوات إخميم، هيلاقي كل ما يخص هذا الموضوع. جزيل الشكر لمعاليكي. أستاذة صوفيا سمير اتفضلي. مساء الخير دكتور بيسن، تحياتي لدكتور منير العراقي. الحقيقة أن السؤال موجه لحضرته، في العرض طبعا اللي عرض فيه للطبقات الكهان أو أسماء الكهانة المختلفة، أنا بس سؤالي، وإن أنا كنت بحب التخصصات الدقيقة أو الفنون الصغرى، هل في أزياء كانت مخصصة أو أقدر أقول من خلال النقش أو الرسم ده كبير كهان، ده من الكهنة القارئين أو هكذا، أو من شكل تسريح حتى الشعر، هل هم كانوا بحليق الشعر زي المصري القديم أو باروكا؟ شكرا يا أستاذة صوفيا. وصلت. هل في أزياء مميزة للكهنة أو علامات خاصة في مظهرهم تميزهم عن غيرهم أو تميز بين طبقاتهم؟ تفضل دكتور منير. بعجالة الإجابة تتمثل في الآتي: الكهنة اليمنيون القدماء كانوا بخيلين في تصوير أنفسهم، تمام،
يعني ما عملوش تماثيل كثيرة كما هو الحال في مصر، وبالتالي لا نجد تماثيل للكهنة يعني كثر في اليمن القديم. لكن نعم، من اللي موجود معانا أو التماثيل القليلة التي عثر عليها سواء كان ل يعني إناث أو ذكور، نعم كانت هناك ملابس معينة للكهنة، يعني في كهن كان يلبس جلد نمر له مكانة معينة، هذا الكهن الكبير، وبالتالي كاهنة كانت يجب أن تمسك بيدها البخور، وفي مميزة دي كهنة ومرتبة معينة، يعني هيئة الحلي كان لها دور كبير في يعني معرفة وظائف الكهنة. الملابس نفسها شفتي القذرة اللي كانت موجودة فيها لها ملابس معينة اللي كانت في مملكة قتبان، يعني امرأة غنية كانت مسؤولة عن ضريبة العشر في المعبد فكان لها ملابس معينة. نعم يمكن تمييز ذلك، لكن ماذا يحتاج الأمر إلى دراسة مستفيضة حتى نعثر على شواهد ورسومات من خلال الرسومات وليس التماثيل فقط التي يمكن من خلالها أن نصنف هذا الأمر. وفي كثير من إخواننا الباحثين المصريين وكذلك اليمنيين حاولوا قدر المستطاع أن يقوموا بهذا الأمر وقد بدأوا به. تمام، جزيل الشكر. آخر مداخلتين، واحدة منهم مسجلة، أستاذة مروة لحضرتك بتسأل إيه السمة أو المميز لفكرة الحروف المنفصلة؟ ليه الكتابة اليمنية فيها فصل بين الحروف؟ تمام، الكتابة اليمنية اللي هي بخط المسند كانت يعني منفصلة الحروف، ويفصل بين كل كلمة وأخرى لماذا؟ خط مستقيم، كان هناك خط مستقيم. الإنسان اليمني القديم والفنان أو الكاتب كان يفصل بين كل كلمة وأخرى خط مستقيم. لماذا كانت كلها منفصلة؟ لأنها جميعها كانت تكتب على حاجتين فقط، الحجارة والبرونز. تمام، والحجارة والبرونز لا يمكن وصل الكلمات معها بهذا الشكل، لأن النقوش ما فيش معانا وقت نفصل لهذا، لأن النقوش كانت جامدة ورسمية وتابعة للدولة، وعلى حجارة إما جدران معابد وإما نقوش كبيرة جدا وإما تصب على شكل قوالب من البرونز. أما الخط اللي جنبيه وهو خط الزبور فقد كان خطا مترابطا، وأنا حرصت على أن أجيب الخطين اللي أعرض الخطين، خط المسند المنفصل وخط الزبور اللي بجانبه المتصل الحروف. لمحت يا دكتور خالص حكاية الخط الزبور، وكنت سعيد جدا باهتمام حضرتك انك تورد الخطين. اخر حاجة معانا من استاذة عبير محمد، اتفضلي، كنت رفع ايدك يا استاذة عبير. شكرا يا دكتور. انا سؤالي يعني المقارنة بين المعبود بس والمعبود هوبس في اليمن، ايه اوجه المقارنة؟ انا مش هقول حاجة، بس مرة كنت في مؤتمر في 2019، مؤتمر في الاتحاد العام للآثاريين العرب اللي موجود كما قلنا لكم، وأنا عضو مجلس إدارة فيه أشرف في هذا الأمر، وكان هناك باحث من إخواننا المصريين يقارن بين المعبود بس في مصر وعند اليونان أو عند الرومان. فقلت له يا أخي اتق الله، يعني تقارن بين الرومان والمصريين، قارن طيب بين اللي موجودين. العلاقات اليمنية المصرية كانت قديمة جدا، ومن الألف الثاني وقبل ذلك لو سواء كانت موجودة كانت سياسية أو أخرى. فالمعبود بس عندنا في اليمن القديم هو صفة من صفات المعبود القمر، منهم من يقول أنه اليابس وما إلى ذلك ويسمى هوبس. ولا أعرف، أنا أعرف أن هناك رسالة ماجستير أو دكتوراه أو طروحة دكتوراه عن بس في مصر القديمة، ولم يوجد لحد الآن، وقد وجهت الباحثين أن يقوموا بمقارنة بين المعبودين لنتضح لنا أشياء كثيرة جدا ولماذا سمي بهذا الاسم في هاتين الحضارتين. شكرا جزيلا. هناك دراسة في مصر قامت بها دكتور عزة فاروق عن المعبود بس، ولكن لم يتم المقارنة مع اليمن، ومن هنا أنا بأخذ كلام دكتور منير لبدء التوصيات. أول حاجة لاحظنا طوال المؤتمر إمكانيات، وخاصة النهاردة مع كلام معالي الأستاذ الدكتور منير عرايقي، يجب المقارنة ما بين المعبودات المصرية وأيضا معبودات الحضارات القديمة المعاصرة لها مثل اليمن القديم والعراق القديم وبلاد الشام. قد يكون بعضها تم بالفعل، ولكن من الواضح أن هناك المزيد والمزيد. دي أول توصية ممكن تكون لجميع الباحثين الراغبين في موضوعات مقارنة ما بين المعبودات المصرية والمعبودات اليمنية، معبودات المصرية والمعبودات العراقية
لأن معبودات الهلال الخصيب منطقة بلاد الشام بالفعل تم عمله بالألمانية من مدة طويلة. ولهذا حقول كلمة أخيرة لو سمحت. اتفضل يا دكتور. معبود بس في الحضارة المصرية القديمة في التسمية واللفظ هو أقدم من ذلك الذي عرف في الحضارة اليمنية القديمة، فلماذا لا يكون أتى من مصر؟ على سبيل المثال يعني طرح من الأطروحة التي يمكن أن نقول بها، لهذا عرف هو من خلال النصوص المصرية القديمة في مرحلة مبكرة. فهل هو بس اللي هو موجود في اليمن ولا كان حاجة تانية؟ لضروري عمر المقارنات مثل هذه المقارنات. شكرا جزيلا، وبالفعل المقارنات أمر هام جدا. يبقى دي كانت أول ما اكتسبناه من هذا المؤتمر والموضوعات، دراسة مقارنة للمعبودات المصرية مع نظيراتها في العراق واليمن القديم. تاني موضوع، لاحظنا أن العديد من المعبودات تمت دراسة كهنوته الأعلى، لكن لم يتم دراسة كهنوته الأدنى وبقية طبقاته ومعبده. إذن أنا قمت بدراسة كهنوت منف، وتشارلز مايستر قام بدراسة كبار كهنة بتاح، وأنا قمت بعملية أبديتنج للقائمة وضعفت الرقم تماماً من 52 ل 104، لكن لازال كهنة بتاح موضوع دراسة محتملة مستقبلية. أيضاً معابد بتاح أيضاً مازال موضع دراسة. المعبود نفسه تم دراسته عدة مرات، وأعتقد أنه لن يأتي بجديد، خاصة دراسته في نطاق مصر أو من خلال دراسة أشباهه في حضارات أخرى، سواء كان في قرطاجة أو في جنوب إيطاليا أو في أماكن أخرى. ولكن أيضا يمكن مقارنة بتاح بهيئة كوشار أو قصرتي الشامية، أو اللي خرجت من مصر من منطقة سيناء وانتشرت مع جنوب بلاد الشام. يبقى عندنا أيضا كمان كهنوت جحوتي الأدنى ومعبده، بما أننا أتممت كبار الكهنة. إذن موضوعين، صغار الكهنة والمعابد الخاصة بتاح، أو صغار الكهنة والمعابد الخاصة بجحوتي، موضع دراسة. لو ننظر إلى بقية المعبودات الأخرى، كبار الكهنة حتى الآن للمعبود إنحور أو كهنوته الأدنى لم يتم دراسته بشكل وافي. الدراسة اللي اتعملت على إنحور وأنوريس لم تغطي الكهنة، وما قام به الزميل دكتور علي صديق هي بداية ومحاولة وتطواف سريع جدا يستحق بحق دراستي أو أطروحتي علميتين، ماجستير ودكتوراه، وليس فقط مجرد مقال بحثي. أيضا هناك معبودات لم يتم دراستها على الإطلاق ولا كهنوتها، كهنوت سكر ومعبده، كهنوت ماعت، كهنوت أيضا نفرتوم كمالة سالوس مدينة منف إلى آخره. وبالتالي أنا بذكر بعض الأمثلة والنماذج وليس كل النماذج. بقية المعبودات التي لم أرد على ذكرها في المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر لم يقم أحد بدراستها، وبالتالي ممكن دراستها. كهنة وهو معابد إيزيس في مصر القديم، إيزا، كهنوت إيزا لم يتم دراسته حتى الآن، وأنا أركز على إيزا وعلى ماعد كما قامت الدكتورة هدير مشكورة بالتركيز على سخمة وسرقت. ياريت حد يشتغل في هذا المجال. في توصيات دكتورة راندا طلبت مننا ان احنا نقوم بان المؤتمر القادم يبدر قليلا عن الساعة الثامنة لكي يكون اكثر مناسبة، فهل يناسب حضراتكم ميعاد باكر مثل الساعة السادسة؟ هنعمل تصويت. ياريت لا يا دكتور انا ياريت التصويت فيه. كتابة لا التصويت كتابة في الشات كسبا للوقت، كل واحد يقول موافق على ستة ولا غير موافق. لو ستة أوكي، لو مش ستة عايزينه سبعة برضو أوكي، يعني ما بين ستة أو سبعة. سبعة أحسن. ياريت الكل يكتب كتابة، معلش عشان في الشات نراجع الشات وكسبا للوقت. طيب أمر آخر، إنه الجلسات دكتورة راندا برضو رأت إنه الجلسات على مدار 22 يوم متصلة بدون أي أجازات أمر شاق جدا على الجميع، وأنا لاحظت ده. فأنا بفضل وكمان أنا ارتقيت أن طول المحاضرة مع المحاضر الواحد اللي بتستمر بالمداخلات ما بين جلستين وثلاثة وأربعة ووصلت أحياناً لستة، وده يعني أمر يعني
فعلا مرهق جدا جدا، بعتقد ان هو غير مناسب. ف بفضل اقتراح لحضراتكم تكون المحاضرة محاضر واحد فقط لجلسة واحدة فقط، ألا تتجاوز مداخلته عن 25 دقيقة وبقية الوقت للأسئلة والردود. ورجاء بدون شكر على في المداخلة، اللي عايز يعمل شكر يعمله في الشات، ولكن المداخلة تكون مباشرة، سؤال محدد أو إجابة محددة دون أي تقديم طويل، لأنه أحيانا يحصل فيه تقديم طويل. فرجاء كسبا للوقت أنه هيكون الوضع في المؤتمرات القادمة أو الندوات القادمة جلسة واحدة فقط 25 دقيقة للمحاضر والباقي للأسئلة والردود. يفضل تكون أسئلة وردود أو إضافة محددة بسيطة. تفضلي يا دكتور عبير، حضرتك حابة تقولي إيه؟ لا، المحاضرة والوقت اللي حضرتك حددتها، ويبقى في أكتر من جلسة بنستفيد من المحاضر وفي نفس الوقت إحنا بنسأل، فده مناسب قوي. على حضرتك قايم بيه كويس قوي. طيب انا ما عنديش اي مانع، بس الكل بيرهق والعدد بنبتدي بعدد وبنوصل لاقل من تمنه في الاخر، وفي جلسات تانية بتبقى محظوظه اكتر ربع. فانا عندي اقتراح بعد اذن حضراتكم عندي اقتراح لو سمحتوا، انه لو في موضوع يحتاج اكتر من لقاء، ده مش هيكون في مؤتمر. المؤتمر احنا عارفين في جميع المؤتمرات الورقه البحثيه 15 دقيقه، فاحنا ان احنا نجعلها 25 دقيقه فاحنا تقريبا عملنا فرق كبير جدا. لكن لو في موضوع على هيئه ندوه او سلسله متتابعه اكتر من يوم، مفيش مشكله، ابعتوا على الجروب، اطلبوا على الجروب احنا محتاجين الموضوع الفلاني، ويكون مخصص له مثلا ورشه عمل او ندوه، فناخد الندوه دي من اكتر من زاويه، من اكتر من محاضر، على عده ايام، ممكن تكون 4 ايام ورا بعض، وكل واحده نستفيد فيها بالقدر اللي هو بحد اقصى تكون جلستين. ولا ايه راي حضرتك يا دكتوره عائشه؟ يهمني اسمع صوت حضرتك ودكتوره رندا. دكتور احمد محي الدين عادي يتكلم. طيب انا حاضر، بس انا في الاول ناخد النقطه دي بعد اذن حضرتك يا دكتور. دكتوره عائشه، هل مناسب فكرة أنه بعد كده المؤتمر يكون بس 25 دقيقة والتعليقات عقب ال 25 دقيقة، ولو فتحنا جلسة زيادة ما لن نتجاوز جلسة تانية؟ فإيه رأي معاليك يا دكتور عائشة؟ المايك لو ممكن. طيب الدكتورة يبدو عائشة مش متاحة معانا، في أي مشكلة؟ طب لو دكتور رندا بعد إذن حضرتك. تمام يا دكتور باسم، هي مش دي اللي كانت مشكلة قوي بالنسبة لي، المشكلة الأكتر موضوع المتأخر. يعني طبعا لو هي 25 دقيقة واللي بعديها أسئلة هتبقى أقرب للمحاضرات اللي هي بتلاقيها العامة وكده، بتبقى نظامها كده مثلا 25 دقيقة أو حاجة، وبعدين الباقي بيبقى متاح للأسئلة. بس هي حكاية إنه لو كل يوم كل يوم دي كانت صعبة، لو ممكن مؤتمر مرتين في السنة. أنا بصيت على الشات لقيت إن أغلب الناس أو أغلب الأصوات مفضلة 7، يعني أغلب اللي ردوا قالوا ممكن 7، يعني مش بالضبط 6 بس 7. تمام، إحنا ممكن نخليها 7. وبالنسبة لجميع الحضور اللي ما يعرفش، احنا عندنا دايما محاضرة أسبوعية يوم السبت كانت الساعة 8، فأعتقد 8 ممكن نرحلها لـ 7، مفيش أي مشكلة. يبقى يوم السبت كل أسبوع 7 مساء ونطور الميعاد. دلوقتي عندنا هناخد تعليق من دكتورة فايزة ونرجع لدكتور أحمد محي. دكتورة فايزة أستاذتنا، ازيك يا دكتور باسم؟ أه بحضرتك، بهنيك على المؤتمر وبهني كل المشاركين، وحقيقة أنا أول الناس اللي استفدت من التفاعل بيننا وبين بعض كناس متخصصين. أنت بتقول في التعديل، هو بس أنتوا لما قلتوا 25 دقيقة، هو المشكلة إن المحاضر الحقيقة أحيانا ما بيتحصلش على 25 دقيقة كاملة، لأنه أحيانا النت يقطع أو هو مش عارف يوصل. انا من الناس اللي يعني بيبقى عندي مشكله ازاي اوصل لك الداتا شو، ف
فال 25 دقيقه ممكن تضيع في تفاصيل بعيده عن المحاضره نفسها، فانا افضل ان المحاضر ياخد فترتين وبعد تمام. كده وبعد كده يعني المساله 7 و8 ده معد يعني ما تفرقش بصراحه يعني هو تمام. بس انه 22 يوم ورا بعض انا بصراحه اتعودت خلاص مش عارفه بعد كده بس هو بصراحه يعني 22 يوم ورا بعض كاننا بناخد كورس كده ف يعني خليها مثلا ايه الويك اند يبقى ما فيش يعني مثلا جمعه وسبت وحد ما فيش ده بقترح يعني حسب ما انتم تتفقوا يعني وبعدين وبقيه الاسبوع نشتغل يعني لو احنا هناخد برنامج طويل زي اللي احنا اشتغلناه تمام بس احنا نعم يا دكتور اتفضلي يا سوري اوكي تمام شكرا دكتورة فايزة ان شاء الله هنراعي انه ناخد اجازات وانه الوقت يكون اقل شوية والامر لا يتعدى جلستين باي حال من الاحوال بما فيها المداخلات وان شاء الله النت كانت ازمة مؤقتة احنا المؤتمر السابق الخاص بالاتونية ما كانش النت بيقطع كانت الدنيا يعني معقولة بناخد أيام غير متصلة غالباً الأسبوع كان بيبقى فيه 3 محاضرات فقط واستمرنا لمدة أسبوعين أو أكتر قليلاً للي يتابع على الإنترنت مؤتمر الأتونية والعمرنة كان مشرفنا أيضاً من في المؤتمر في البداية من سوريا الحبيبة البروفيسور فاروق إسماعيل وكان شارك أيضاً في المؤتمر السابق أوكي دكتور أحمد محي أهلا بحضرتك اتفضل أهلا بحضرتك يا دكتور وأنا للمرة الثانية برحب بحضرتك وبرحب بكل السادة الزملاء والأساتذة الضيوف الموجودين معنا وبالنسبة لموضوع التوصيات أنا بأكد على حضرتك مرة ثانية ضروري إن احنا نهتم بكل التخصصات يعني احنا النهاردة أو في المؤتمر بتاعنا المرة دي كان كل المحاضرات فيها عن الكهنة والكهنوت ما زلت أؤكد على تخصص الشرق الأدنى القديم احنا محتاجين إن احنا يكون لنا فرصة ونكون لنا دور نشارك مع حضراتكم باعتبار ان متخصصين الشرق الادنى في مصر اساسا قليلين شويه بس ما يعني طبعا الاساتذه الكبار من الدول الشقيقه موجودين معانا وبيشاركوا معانا كويس فليه ما نستفادش كلنا من نفس التخصص تمام شفت حضرتك يا دكتور احمد اول ما حضرتك وصيت على الشرق الادنى عملنا محاضرات مع دكتور علاء شاهين ومع دكتور منير العرايقي وايضا مع الباحثه نسرين حسني فما تقلقش يعني كل توصيات حضراتكم بتتاخد بالحسبان والموضوع بس المؤتمر ده كان مؤتمر تخصصي على الكهنوت من اجل ان احنا نفتح نافذه واسعه لانه تخصص يعتبر هو نادر احنا يعني اللي انا مستنيه من حضرتك ان شاء الله ان احنا نكون بقى في مثلا لو كل اسبوع مثلا يبقى في تخصص مختلف لو احنا هنخلي مثلا محاضرات كل اسبوع وليكن مثلا كل سبت زي ما حضرتك قلت ايا كان يوم ايه يكون تخصص مختلف كل مره اللغه مره ديانه مصريه مره شرق ادنى مره بحيث ان احنا يكون كل التخصصات قدام الباحثين الجداد يعني لما ده حاصل بالفعل يا دكتور احمد يا دكتور احمد واضح ان حضرتك مش متابع نشاط الجروب معانا احنا كل اسبوع قبل المؤتمر احنا بس بنفرق ما بين حاجتين بنفرق ما بين بس الحضور لاول مره يحضر معانا جروب اثار وحضاره مصريه ايجيبتولوجي بقاله تقريبا اكتر من 15 سنه بسبب الكورونا بقاله سنتين بيقوم بفعاليات او حوالي سنه ونص تحديدا سنه وثمانية اشهر الفعاليات دي اسبوعيا بعد ما ابتدينا في أول ندوة في شهر 6/2021 و7/2021 ابتدينا من 9 ندوات أسبوعية كل سبت والندوات دي متعددة ومتغيرة في كل المجالات والتخصصات المعنية بمصر وليس فقط الإيجيبتولوجي لأن الجروب معناه إيجيبتولوجي مش بالمفهوم الضيق ولكن للحضور الهيميني كل يكون موجود إيجيبتولوجي جاي إيجيبت يعني مصر وأولوجي اللي هو علم أو حديث عن فإحنا بنتكلم الحديث اللي عن مصر فعبر العصور وعبر التخصصات بنستضيف ما قبل التاريخ الأسرات فترة السيطرة البطلمية السيطرة الرومانية السيطرة البيزنطية السيطرة العربية ثم حتى فترة الحديث الأسرة العلوية وحتى وصولا إلى
حركة الضباط الأحرار والجمهورية، أيضا معنيين بالفولكلور، معنيين باللغة، معنيين بالفن، معنيين بالآثار، معنيين بكل الفروع. وعشان كده كان مهم جدا حرصنا أن دكتورة سامية النهاردة تبقى معانا، أو دكتورة كمان زينب حشيش تبقى معانا في هذا المؤتمر. وأيضا في أمسية سابقة قبل المؤتمر دخلت عن البقايا الحيوية أو البقايا الحية. إذن الشارع الأدنى مرحب به، ولكن بيفضل دايما بما أن الجروب معني بمصر أنه يكون في مقارنات ما بين مصر والشارع الأدنى، ده المتاح. وعشان كده كان العرض لدكتور علاء شاهين أو لدكتور منير عمل نوع من المقارنات. أنا كنت حابب أعلق على بعض الحاجات في التشابه أو التمايز كمان، لكن أنا حبيت أنه يكفي الورقة البحثية ويكفي هذه الإطلالة. جزيل الشكر لمعالي الأستاذ الدكتور منير عريقي، جزيل الشكر أيضا لمعالي الأستاذ الدكتور علاء شاهين، كان نفسنا أنه هو يشرفنا بهذا الأمر. ظروفي أنا وقتي للي بيطلب محاضرتين أكتر من محاضرة أسبوعياً، إحنا إمكانيتنا هي محاضرة واحدة فقط. كل التوصيات اللي موجودة على شات أستاذ عبير هتصرخها وهتأخذ بعين الاعتبار إن شاء الله. من ضمن التوصيات المهمة جداً أنه كل الأوراق البحثية اللي تقدمت في خلال شهر تكون مكتوبة بالضوابط اللي تم إعلانها قبل المؤتمر، واحنا اعلنا قبل المؤتمر تقريبا بشهرين، فاحنا واخدنا المؤتمر قرابة شهر ولسه قدامنا شهر تاني، فيعني مفروض ان ورقة بحثية 4 أشهر افتكر معقول قوي قوي قوي. فيفضل اللي خلص بحثه او قرب ان هو يخلصه يرسله لاجراء ملاحظات سريعة اولية واعادته للباحث قبل ما يرسل الى لجنة التحكيم لنشره في وعاء نشر. استاذ عبير تفضلي. كمان عندنا من التوصيات يا دكتور اللي هي ورشة عمل لتوحيد الألقاب الكهنوتية، وعندنا برضو ورشة عمل لتجميع الألقاب الجديدة الغير موجودة بالقواميس. ده 2 توصيات يعني أكيد مرتبطين ببعض. كمان عندنا دراسة البقايا البشرية دراسة علمية أكاديمية وإتاحة الفرصة للمتخصصين. دول 3 توصيات أنا كنت كاتباهم على جنب. تمام، جزيل الشكر. هو في توصية خاصة بتوحيد الألقاب، دي ورشة ممكن تبقى زي ورشة عمل كل المتخصصين كل واحد من موضوعه ودراسته يقول إيه الألقاب اللي حاسس فيها مشكلة في الترجمات والعلماء والمختصين بيختلفوا فيها ونناقشها. الزوم هيقطع فهنفتح جلسة تانية استكمالا للتوصيات، رجاء الكل يدخل مباشرة، هغلق حالاً.